مبروك الزمالك حبيبي. الحمد لله. ونبدأ بيها على طول. يعني زمالك قبل المباراة فنيا يعني كورة كان في بعض الناس مش متوقعين ان الزمالك ممكن يأدي بشكل كبير قدام النادي الأهلي، ورغم كده الزمالك مش هقول انه فاجئنا، بس كان الزمالك يعني افضل من الأهلي، كان مستوى افضل كمان من الأهلي في المباراة، مش مجرد ان هو كسب وخلاص. ليه من وجهة بص انا الزمالك خد بطولات كتير ودي بأمانة وبجد اقسم بالله دي اكتر بطولة انا فرحت لها، يعني فرحة كبيرة جدا اكتر من وانت بتلعب كمان من اي وقت. حتى لما مشيت اي بطولة خدها الزمالك انا حاسس ان البطولة دي فرحتها بالنسبة لي كبيرة جدا. ليه جدا. بقى لا للمعطيات والاسباب والظروف وكم الكلام الكتير اللي قبل الماتش وناس مش اذكياء بيتكلموا على نادي بقيمة الزمالك بطريقة مش كويسة. ناس كتير يعني مش ناس صفحات وناس ولاعيبه وناس كتير يعني. خد بالك الكلام هقوله لو حصل في المستقبل ان حد يتكلم عن الاهلي كده. فاهمك. انا دايما بقول من الغباء انك تتكلم على انديه كبيره بقيمه الزمالك والاهلي باسلوب مش كويس. انت تبقى شخص غبي ومش محترم. لان الانديه دي كبيره جدا جدا، مهما كان قيمه الشخص اللي بيتكلم ده هو جنبها مش موجود. طبعا مش موجود، محدش شايفه. لان الناديين اكبر من اي لاعب. فقبل الماتش والمعطيات مش عايز اقول تقليل عشان دي كلمه مثلا ما اقدر يعني انا ما اقدرش اقولها حتى، ان الناس كانت فاكره الموضوع سهل. يا يعني جماعه دايما الناس اللي بتفهم كوره والناس اللي فاهمه كوره، على فكره مش كل واحد لعب كوره فاهم كوره عشان تبقى واخد بس بالك يعني في الحاجات دي. عظيم. ومش كل واحد لعب كوره تقعد تتكلم معاه في كوره. هجيلك في دي بعد شويه بس خلاص دي مهمه قوي اللي انت قلتها. احنا دي احنا في مهزله. انت دي مهمه جدا. طول الوقت طول الوقت ماتشات القمه ملهاش علاقه باي حاجه قبل الماتش. ملهاش علاقه فنيا. فانت تكمل. انا شايف وجهه نظري، خد بالك انا اتكلمت قبل كده وكنت ضيف وكنت بحلل ماتش الزمالك. يا جماعه هو ايه اللي حصل يخلي ان الثقه الكبيره دي موجوده؟ خد بالك الزمالك لعب ماتشين الاداء مش كويس، بس ان دايما وانت الفريق كبير لما بيلعب فرق قليله ممكن يتجر ليهم شويه. صح. فالزمالك وانا قلت الكلام ده فنيا ما كانش فاز في الماتشين بس فنيا ما كانش احسن حاجه. بس ده ماتشين ما لهاش علاقه بالماتش الاهلي خالص. صح. خالص.